النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مساء الخير لجميع متابعين طقس العرب الكرام، أهلا وسهلا فيكم في النشرة الجوية المسائية لمتابعة آخر تفاصيل المنخفض الجوي. طبعا نبدأ بآخر صور الأقمار الصناعية الواردة لدينا في طقس العرب، تشير إلى المنخفض الجوي لا زال يعني يتواجد في منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. كميات كبيرة من السحب بدأت تتطور الآن في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ويتوقع اندفاعها تدريجيا خلال الساعات القادمة إلى المنطقة الوسطى تحديدا والمنطقة الجنوبية، تعمل على انتظام واشتداد غزارة الأمطار في عموم المناطق. أيضا يعني يتوقع أن تزداد غزارة وكثافة الثلوج هذه الليلة تدريجيا فوق المرتفعات الجبلية العالية في جنوب المملكة. لا يستبعد في هذه السحب أن يعني تعمل على هطولات بعض الهطولات الثلجية فوق مرتفعات العاصمة عمان وعموم المنطقة الوسطى، لكن ستكون هذه الثلوج مخلوطة بالأمطار. ننتقل يعني حقيقة إلى آخر قراءات الأمطار الواردة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس. طبعا نلاحظ هطول كميات جيدة من الأمطار، تقريبا وصلت ما يقارب 80 مليمتر في العاصمة عمان، في حين يعني أيضا امتدت الأمطار للمنطقة الجنوبية. حتى الآن محافظة العقبة لم تشهد تساقط أمطار، لكن يتوقع هطول أمطار في العقبة خلال 24 ساعة القادمة. الخارطة التالية توضح أماكن توقع تساقط الثلوج هذه الليلة. كما نشاهد يعني هناك يتوقع تساقط بعض الثلوج يعني الخفيفة والمتفرقة فوق قمم جبال جرش وعجلون، في حين يعني يتوقع أن تكون الثلوج الواضحة بشكل أكبر في المنطقة الجنوبية تحديدا في مرتفعات يعني الطفيلة ومعان، وأيضا بعض مرتفعات العقبة قد تشهد بعض التساقطات الثلجية هذه الليلة. كما نشاهد هناك تراكمات للثلوج تصل ما بين يعني أكثر من 10 سنتي في أعالي جبال الشرا خلال هذه الليلة وخلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة بإذن الله تعالى. إذن الخارطة التالية توضح أن الثلوج سوف تكون متركزة في المنطقة الجنوبية تحديدا في سلسلة جبال الشرا، هناك تراكمات قد تتجاوز 10 سنتيمتر بحسب تقديراتنا خلال هذه الليلة وخلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة. بالانتقال طبعا لتوقعات طقس هذه الليلة، هذه الليلة أجواء باردة بشكل لافت في عموم مناطق المملكة، يزداد تأثر المملكة بالمنخفض الجوي مجددا هذه الليلة. درجة الحرارة الصغرى في العاصمة عمان 4 درجات مئوية، أمطار غزيرة متوقعة على فترات هذه الليلة تترافق كما ذكرنا ببعض زخات الثلوج أحيانا، لكن يعني هذه الثلوج لن تكون مؤثرة على مظاهر الحياة العامة باستثناء عالي الجبال الجنوبية خلال ساعات هذا المساء وأيضا خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة. طبعا بالانتقال لتوقعات الطقس خلال الثلاث أيام القادمة، يتوقع صباح أو نهار الجمعة استمرار تأثر المملكة بهذا المنخفض الجوي، نهارا هناك زخات أمطار وضباب في المنطقة الشمالية والوسطى، استمرار تساقط زخات الثلوج فوق جبال الجنوب خلال ساعات الصباح الباكر. الأمر المميز خلال ساعات صباح الخميس صباح الجمعة امتداد الأمطار إلى محافظة العقبة، يتوقع هطول بعض الأمطار الغزيرة في محافظة العقبة، وبالتالي هناك تنبيه من تشكل السيول في المحافظة خلال ساعة فجر وصباح يوم الجمعة. مع ساعات مساء الجمعة تستقر الأجواء وتنخفض درجات الحرارة، لكن مع تشكل الضباب الكثيف خلال ليلة الجمعة السبت وصباح السبت. يومي السبت والأحد استقرار تام على الأجواء وارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء بشكل عام أقل من معدلات هواء باردة بشكل عام في عموم المناطق. ملخص سريع للأحوال الجوية هذه الليلة، كما ذكرنا هناك أمطار يعني أمطار غزيرة على فترات هذه الليلة خاصة في المنطقة الوسطى ومحافظات العاصمة الكرك محافظة مادبة، هذه المناطق سوف تشهد أمطار غزيرة هذه الليلة تكون مخلوطة بالثلوج أحيانا. طبعا هذا الأمر لا يعني عدم وجود أمطار في المنطقة الشمالية والمناطق الشرقية، لكن تركيز الأمطار سوف تكون في المنطقة الوسطى ومحافظة الكرك في الغالب. أيضا ثلوج في الجنوب كما ذكرنا، نتوقع تراكم الثلوج هذه الليلة وازدياد تراكمها مع الساعات القادمة وخلال ساعات الصباح الباكر وامتداد الأمطار الغزيرة إلى محافظة العقبة، أيضا يعني انتهاء المنخفض الجوي بشكل تدريجي مع ساعات ما بعد الظهر وعصر يوم الجمعة.
ننتقل إلى طبعا مندوبين طقس العرب أرسلوا لنا العديد من الصور خلال يعني تساقط الثلوج خلال ساعات الصباح الباكر وخلال نهار اليوم الخميس في المنطقة الجنوبية. صدام خليفات مندوبنا أرسل لنا طبعا صور لتراكمات ثلجية في جنوب المملكة، كما نشاهد الزائر الأبيض زار جنوب المملكة خلال هذه الفترة، أيضا يعني منظر الغروب في جبال الجنوب مع هذه الثلوج الرائعة والجميلة والمزيد من الثلوج خلال هذه الليلة وصباح يوم الجمعة. هذا كان آخر ما لدينا من تحديثات جوية حتى الآن في طقس العرب. تابعونا خلال التحديثات القادمة لمعرفة آخر تفاصيل المنخفض الجوي. إلى اللقاء.